حضرتك مساء الخير على حضراتكم. رجعنا للجلسة الثانية من أمسية الليلة مع دكتورة أمينة مهدي عن موضوع الرخيد في الحضارة المصرية القديمة. وزي ما لاحظنا في الجلسة السابقة عندنا كم تساؤلات طرحها العلماء وبتطرحها المناظر وبتخلينا نشك في كل الطروحات دي. فيا ترى إيه اللي توصلت إليه دكتورة أمينة في هذا الموضوع؟ عندنا طب لو مصريين ليه مربوطين؟ ولو اجانب ايه اللي هيدخلهم جوه المعبد؟ ولو مصريين هم مسموح لهم انهم يدخلوا جوه المعبد ويبقوا كهنه، طب ايه علاقتهم بالمعبودات اوزير وحور وست الى اخره من الاسئله المطروحه. وزي ظهروا مع علامه الشبس اللي هي بتاعت النبيل، وده اللي توقفنا عنده حاليا. يا دكتور انا مدي لحضرتك امكانيه الشير لو حضرتك تحبي تعرضي من عندك عشان يبقى الدنيا اكثر سلاسه. لو في مشكله قولي لي وانا على طول انقل على الحاجه. انا مثبت السلايد من وقت ما توقفنا. هي الشاشة كده مش ظاهرة عندكم يا دكتور؟ لا لسه ما ظهرش. طيب يبقى ايه المشكلة برضه؟ حضرتك بتعملي شير سكرين وتدوسي بعد كده على الشاشه نفسها الكامله اللي هي جوه الويندو اختفت اسمها سكرين. اختفت خالص، كنت حاضرة وبعد كده اختفت. هحاول اعمل تحميل تاني. طب لا مفيش مشكله، كسبا للوقت انا هعمل من عندي. اوكي مفيش مشكله خالص. كده تمام؟ لا ما ظهرش حاجة كده برضو، لسه ما ظهرش. دي واحدة. ظهر كده لا برضو لسه. طيب انا هعرض من عندي عشان الوقت، نكسب الوقت لحضرتك. اهو ابتدى ظهر كده، ظهر كده تمام. بيحمل اهو. تمام قول بقى سكرين فانكشن 5 طيب او العلامه دي. اي تمام اوكي تمام اتفضلي. برضو جاب لي بتاع النصوص. لا الشاشه باينه عندنا، الشاشه عندنا باينه. تمام يا دكتور. ندخل آخر حاجة توقفنا عليها، هل كان مسموح لهم دخول المعبد ولا لأ؟ فطبعا كان دخول لمبايعة الملك والمعبود، وخصوصا إن بعض النصوص وضحت أو تكلمت عن ظهور المعبود للرخيد، حتى في نصوص تحدثت عن ظهور أمون للرخيد أساسا. فكل هذا بيعبر عن أو أظهر اهتمام الملوك بإزالة الصراع السياسي بين الرخيد كمكافأة لهم لخضوعهم، وبالتالي عبرت عنها العبارة عن حسن، على أساس إنه إذا أنت أصبحت مطيع فسوف تحيا في أمان، سوف تحيا في ظل الملك وهكذا. فنتكلم عن تصوير الرخيد ده، طائر الرخيد في الطبيعة، عشان ما أطولش عليكم ونكسب وقت. هنا كان ظهور الرخيد في شقافة موجودة بالمتحف المصري، وبيظهر في الصورة بمقدمة مركب، بما تم تفسيره بأنه ده بيعبر عن أنه طائر وافد، يعني جاي طائر مهاجر. حتى في مربع هنا أمام الطائر، في الحقيقة العلماء يمكن ما قدروش يفسروا وجود المربع ده، خصوصا ان فيه خطوط متقطعه، وكنت فسرته بانه ده بيعبر عن شبكه الصيد اللي كان بيتم بيها صيد الطائر. هنا اناء من الحجر الرملي عصر عليه في معبد نخن، موجود في اوكسفورد. فسروا البعض بظهور طيور الرخيد مع العقرب مع الاقواس، ان هي عمليه توحيد الاقوام اللي قام بها الملك العقرب. دي مجموعة أختام ربما تعبر عن أسماء شخصية، خصوصا إنه ثبت ظهور الرخيد كجزء من أسماء الشخصية عثر عليها في نقادة وأبيدوس. مقمعة العقرب طبعا، وهنا بنلاقي شكل طائر الرخيد مربوط من رقبته، من معلق في استنداد. فطبعا كان تعليق على المنظر انه مش ممكن يعبر بالشكل ده على انه الطائر، ان انت عايز تسيطر على الطائر، او ايه السبب اللي يخليك
بتستخدم الطريقة دي مع طائر ضعيف بالشكل ده، إلا إذا كان ده رمز لجماعة بتعبر عن هزيمة الجماعة. فهذا تم تفسيره المناظر السابقة، لأن العقرب خاض حروب ضد مصر الوسطى، اللي يعني من ضمن التفسيرات إن الرقيب بيمثل مصر الوسطى والدلتا نبات البرجي، والأقواس عبرت عن أهل الصحراء. وتفسير آخر بإن الأقواس بتشير إلى أهل الحرب بشكل عام، والرقيب بيشير إلى السكان المدنيين أو الجمهور العام. والنقش بشكل عام بيمثل عملية الحرب اللي خاضها العقرب ضد الشمال. وهذا أيضا خيط أسطواني للملك حوراحة، أشهر عارف نقادة، بيجمع بين الاسم الحوري للملك وعامة الشعب. فده فسرته بإنه فسر رخيت في جماعة تتبع شكل السرخ الذي يحوي الاسم الحوري للملك، وده تم تمثيله أو تصويره بشكل متبادل وبشكل متكرر، بما يعبر عن تبعية الرخيت للملك المنتصر، بما يعبر عن سيطرة الملك على شعبه. قاعدة تمثال زوسر اللي بيتم تصوير فيها أقدام التمثال بطبق الأقواس التسعة، وأمامها الرخيت معقود الكتفين، فبالتالي فيها تمييز واضح بين الرخيت والأقواس التسعة أو العنصر الأجنبي. هنا المشهد الأول، رأس الرخيت مقطوع بسكين وقابع، فده عبر عن إن عنصر متمرد بيحتاج للقمع. المنظر الثاني عبر عنه بقابع لكن غير مقطوع الرأس، فده في اختلاف شوية في الحالة السياسية للعنصر الأدمي أو للشعب، وده كان في عهد الملك بن. والمشهد الثالث، الرخيت ظهر واقف على قدميه في شكل جماعات الملك فاسق النيل، بما يعبر عن انه في الثلاث مشاهد انه تطور المشهد من القمع للخضوع والمولاه الى التكريم. كتله للملك وسركات على موقع هرم الملك النحات الاول في اللشت، بتحمل اسم سفينه الذي يحكم الرخيد او سخن الرخيد. ايضا من معبد سحوراس عن خرخيت، مقدمة المركب بتاخد رأس الربة سفنت، واللي أخدت لقب التي تحيي. معبد من معبد نيو سراع، منظر يمثل البشر، فده كان أول مشهد يمثل البشر بشكل كامل، شكل آدمي كامل، لكن بيظهر من فوق، مش عارفة ظهر عندكم في الحقيقة ولا لأ، ديل الطائر وبعدين علامة نجم وبعد كده شكل طائر كامل، وبتكمل بعد كده بشكل متكرر، رخيت نب رخيت نب رخيت نب. ونلاحظ ان الشكل البشري رافع اليد في وضع تعبد، فالمشهد كله بيعبر عن نفس المعنى دوا رخيت نب. هنا من معبد الملك منتحته مركبة راع، وظهرت معاها عبارة عن حسين. هنا لوحة لأمنحات الأول في المتحف المصري، بتعبر عن إن الرخيت بيقوم بطقسة الهنود، فده بيأكد اختلاف الشكل. هنا بيأكد إن المشهد اللي بيظهر فيه الرخيت مقروء، يعني يمكن قراءته، لأنه كان في ناس معترضين على إن أدوار الرخيت بتدي هذا المعنى، حتى إن البعض اعتبرها مجرد حشو أو شغل مساحة فاضية عنده في المشهد فكملها بالمنظر ده. وأنا طبعا رديت على الكلام ده بأنه بأدوار رخيت النب بتظهر بالتوازي مع علامات هامة جدا زي عنتر جيد واس نب في بعض المعابد من عصر النيل الروماني. وهنا بيظهر الطائر الرخيت بهيئة الهنو، فبالتالي يمكن قراءتها رخيت الهنو. هنا نقش من معبد الملكة حتشبسوت وظهور الشكل الآدمي فوق العلامة نب مع أعمدة الرواق الثالث. نقش لحتشبسوت على الجدار الجنوبي لمقصورة حتفور الدير البحري، بتظهر فيه عملية توحيد الأرضين وظهور الرخيت في شكلين متقابلين، صفين متقابلين، كل صف منهم يعبر عن الرخيت في أحد الصفوف.
وجنبه في شكل صغير كده من الجنبين أيضا هنجد العبارة عن حسام. هنا نقش من المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت على الجدارين الغربي والشرقي، نقش من معبد حورس في جوهن بالنوبة للملكة حتشبسوت أيضا، تحمل علامة سماطوي يعني الكرسي اللي جالس عليه المعبودات، والملكة بيحمل علامة سماطوي، وأسفلها رفيق أقول على ملك. هنا من حديقة النباتات لتحتمس الثالث بيظهر مرتين على الجدار الغربي والجدار الجنوبي بشكل واضح. الصرح السابع لتحتمس الثالث أيضا في هذا المشهد، الآدي السجناء أو الأسرى أو الأجانب بشكل، والرخيت فوق العلامة نيد طايرة في الهواء، وجنبها كمان علامة عنخ يعني المعبودة المنتت بتعبر عن يعني الحياة، الرخيت وهبول عكس دكتور الصوت يسأل اختفى بعد كلمة عكس. أيوة ده كده صوتي مش ظاهر؟ كده كده واضح، اتفضلي. تمام. من مشهد حتشبسوت تقصد حضرتك؟ حضرتك سامعني من كده؟ اخر لا في اخر جملة بس. تمام. احنا بعد حتشبسوت دخلنا على تحتمس الثالث في حديقة النباتات ومعبد بوهن، سامعني؟ ايوه دكتور، تفضلي معبد تفضلي. السابع معبد الكرنك لتحتمس الثالث، في اختلاف واضح بين تمثيل السجناء وبين الرخيت اللي فوق العلامة نب وجنبه العلامة عن، بما يوحي بأن هم تم وهبوا لهم الحياة. هنا في معبد عمدة في النوبة تحتمس الثالث بيقدم البردي واللوتس بما يعبر عن توحيد الأرضين أيضا. ناحية في اليد الأخرى بيمسك طائر الرخيت بيده، فبالتالي كون إن الطائر في يده بيعبر عن سيطرته على شعب مصر، ويؤكد للمعبودات إقامة المعبد على الأرض. فهذا أيضا بيعبر عن توحيد الأرض، عن توحيد البلد أرضا وشعبا. سامعني يا دكتور؟ نقش تمثال أبو الهول لتحتمس الثالث، أيضا جسم أبو الهول بالكامل بيطأ الأقواس التسعة، ورخيت واقف فوق العلامة نب وبينهم النجمة طوال. نقش من معبد الأقصر حجرة الولادة أم الحطب الثالث وقاء الملك، فالمشهد بيعبر عن إن الملك ولد ليحكم أو إنه مسيطر على شعبه. دي طبعات أختام من قصر الملك أمنحتب الثالث في طيبة اللي يمكن قراءتها إيرب نفر نفر رفيت إيتر إمنتت طام رحيل، خمر جيد جدا لأهل غرب النهر في مصر السفلى، رفيت نحيف نب رفيت الشمال كلهم. نقش من لوحة من الحجر الكبير اللي أمنحتب الثالث عليها أيضا رفيت في صفين متقابلين يقدموا التعبد بينهم النجمة دواء، في مشهد بيعبر عن مشهد حربي للملك. من قاعدة تمثال أو من تمثال بدون رأس من الأردواز للملك أمنحتب الثالث عثر عليه في جبل برقل، أيضا عليه نفس النقش لاسم الملك الموجود داخل الخرطوش. هنا تمثال من حجر الجير للتاح عثر عليه في منف وحاليا في متحف توريه من عصر الملك أمنحتب الثالث، بينهم العلامة عنخ أيضا لتعبر عن عنخ سن لكن بطريقة مختصرة. كتلة من معبد أتون بالكرنك الملك إخناتون عليها طائر الرخيت أيضا وعلى العلامة نب أمام النجوى الضوء. هنا أستراكة تنسب لعصر العمارنة موجودة في متحف برلين، يحتوي المنظر هنا يعني زي ما قلت إن ربما يكون فيه خطأ لأن الطائر اللي موجود على يسار نافذة التجلي بيعطي ظهره ملك، والطائر في هذه الحالة المفروض يعطي وجهه للملك لأن دايما الطائرين على الجانبين بيكونوا متواجهين، وفي نفس الوقت هو قدم التعبد لمين؟ المفروض إنه يقدم التعبد للملك.
هنا مشهد من درع الملك توت عنخ آمون، أسفله طائر الرخيص يقدم التعبد، فوق العلامة نب، وأيضا بيعبر عن توحيد أرض مصر، لأن كرسي الملك عليها علامة اسمها طويل. الملك توت عنخ آمون المقصورة يمسك بيده من ناحية علامة حقاه، ومن الناحية الأخرى طائر الرخيص، فبيعبر عن سيطرة الملك على الشعب واستقرار الحكم في مصر. نفس المقصورة السابقة في على باب المقصورة رخيط نب، أدوار رخيط نب. هنا موطئ مسند القدم اللي أيضا فيه تمثيل الأقواس التسعة من أعلى على أسفل موطئ القدم تماما، ومن أمام المسند بيوجد الرخيط في صفين متقابلين يقدم الضوء فوق العلامة. معبد سيتي الأول في أبيدوس، في الأعمدة الثانية، نقش سيتي الأول ركن أمام المعبود أمون رع، أيضا يمسك طائر الرخيط بلاد اليسرى ويتسلم أدوات الحرب والعنخ أيضا من المعبودات. فبالتالي النص بيذكر بأنه يعطيه كل الأراضي الأجنبية تحت قدمه، فبتعني أن السيتي كحاكم مصر يسيطر على مواطنيه بأمان في يده من حيث السيطرة، وأيضا المعبودات تعطيه رموز قهر الأعداء اللي هي بتتمثل في أسلحة القتال. نقش معبد سيتي الأول في أبيدوس اللي طبعا بيتكرر كتير جدا على الأعمدة، دوار رخيط نب اسم الملك الموجود داخل الخرطوش. هنلاقي المشهد بيتكرر كتير، وده المشهد فيه تقاطع بين اتنين رخيط على علامة نب واحدة. البعض طبعا أنا ما شفتش المشهد على الطبيعة، لكن في البعض بيفسروا بأنه ربما كان فيه طبقة ووقعت وظهر النقش التاني، لكن أنا شايفة إنه طائر لما كان بيتم تمثيله على علامة نب كان بالنسبة لمشاهد باقي الأعمدة الأخرى كان الطائر بيتم تصويره في منتصف العلامة تماما، وأقدامه من الأمام بتشغل نص العلامة من الأمام، وديله من الخلف بيشغل النص الخلفي. لكن هنا وجدت إن جسم الطائر في الحالتين متحرف شوية، واحد ناحية اليمين وواحد ناحية الشمال، وفي تقاطع بدليل إنه في كف يد بيظهر من ورا الطائر من هنا، وكف الطائر الآخر بيظهر من الناحية دي. فبالتالي تم تفسير هذا النشر بأنها طريقة أخرى مبتكرة للتعبير عن توحيد الأرضين وتوحيد الشعبين بعلامة نب واحدة. معبد سيتي في الشيخ عبادة، أعمدة قدس الأقداس. معبد سيتي في أبيدوس أيضا، مقصورة وزير الملك رمسيس الثاني، يمسك علامة عنخ باليد اليمنى وطائر الرخيط باليد اليسرى، وأيضا تعبير عن إنه نتيجة سيطرته على الشعب فهو يهب الشعب الحياة، ويتلقى طبعا قيادة المينيك من المعبود. نقش على كتلة من حجر تمثل عتب للملك رمسيس الثاني بمتحف اللوفر، بيتعبد لاسم الملك رمسيس الثاني في أبيدوس، نفس المشاهد المتكررة. صلت الأعمدة الثانية بهيئة آدمية برأس طائر، وده منظر مبتكر طبعا ما ظهرش في مكان تاني. هنا نقش لهيئة كاملة آدمية كاملة، لكن بيضع على رأسه عرف الطائر، وأيضا دي علامة طريقة مبتكرة، وعبر عن خصين أسفل الطائر، وأعطى الإن بدل موجة المية، إداها علامة التاج الشمالي. هنا من صفة العمودة الثانية بهيئة آدمية كاملة بدون العرف، لكن هنلاقي اسم الرخيط مكتوب قدام الهيئة الآدمية، الهيئة الآدمية فوق علامة نب، وأمامه الاسم مكتوب رخيط. فبنلاقي إن معبد رمسيس الثاني هو المكان الوحيد اللي تم التعبير فيه عن الرخيط بكل الطرق، هيئة طائر كاملة وهيئة آدمية كاملة وهيئة بتجمع بين الآدمية وهيئة الطائر. معبد الأقصر معبد أمون خنسو، أعمدة أول رمسيس الثاني، دوار رخيط نب. هنا الجزء الجنوبي الشرقي، فكان على الجزء الشمالي، الناحية الشمالية بياخد نبات الشمال، والناحية الجنوبية بياخد نبات الجنوب، وبالتالي تأكيد إلى أنه الرخيط في كل جانب بيمثل أحد جوانب مصر أو أحد شطري مصر.
معبد الأقصر، بوابة الرخيم، الجدار الشرقي الفناء الأول رمسيس الثاني، هيئة آدمية كاملة أيضا، راكعا يرفع يديه في وضع تعبد على الجهة الجنوبية. يعني أنا مش شايفة طبعا الناس اللي بيعتبروا إن دي طريقة مبتذلة لتصوير الشعب، هي إحنا يعني إحنا كناس متدينين بنشوف إنه أكرم مكان اللي الواحد بيظهر فيه وهو بيتعبد المعبودات، فكان الرخيم دايما بيجتمع مع المعبودات، فما فيهاش إزدراء خالص حتة التعبد دي. رخيم الفناء الأول يمثل اسم بوابة الرخيم، هنا نقش معبد أبو سمبل الكبير في قدس الأقداس، أيضا الملك يمسك الطائر باليد اليسرى وتلقى عنخ باليد اليمنى. نقش من معبد جف حسين، ثلاث هيئات آدمية في وضع ركوع وترفع إيديها في وضع تعبد، وأمامه أيضا النجمة واو، وعلى رأسه عرف الذي يميز الطائر، وأيضا المشهد بيتكرر في بوابة المقصورة. معبد الأقصر، ندخل الفناء الثاني، الواجهة الشمالية، بدأ عمود معبد الكرنك، البوابة التي تؤدي إلى المقاصير الداخلية رمسيس الثاني، أيضا مشهد تبحيد سماطوي بنفس الطريقة اللي ظهر بيها مع مشهد حتشبسوت، للدلالة على التوحيد. أيضا قاعدة تمثال الملك من مدينة هابو الجرانيت لأسرة العشرين رمسيس الثالث، بيتم تصوير رأسين لأسيرين، أحدهم نوبي والآخر آسيوي، على الجانب الآخر دوار رخيت يد. ففي فرق، يعني أنا من وجهة نظري إنه فرق في المعاملة بين ده وده. بلاطات القرميد أو الخشاني اللي كانت بتزين جدران القصور، في عدد منها موجود في المتحف المصري وعدد متحف لندن، منها من تل اليهودية ومنها من مدينة هابو ومنها مجهول المصدر. في عدد كبير منها بيتصور عليه الرخيط، فإذا تم تفسير تصوير الرخيط في المعبد بأنه علامة على دخول الرخيط لهذه المناطق من المعبد، فما معنى تصوير الرخيط على القرميد اللي كانت بتزين جدران القصور؟ ففي الحقيقة أنا كان تفسير الوحيد ليها إنه هو بتعبر عن إنه بيتم تقديم الشعب للملك في شكل نقش زي ده في وضع خدود أو موالاة أو تأييد، بيطمنوا الملك إنه إن إحنا الرخيط بيأيدوك أو موالين ليك، خصوصا إنه ظهر في بعض النصوص، يمكن نصوص قليلة لكن ظهر من بعضها علاقة الرخيط بالقصر الملكي. في نص من الدولة الوسطى بيعبر عن إبعاد الرخيط عن القصر الملكي عن طريق الشرطة، نص آخر من عصر حتشبسوت بيدل على إنها بتاخد بمشورة الرخيط، ونص أيضا من عصر تحتمس الثالث بيعبر عن إنه ربما استخدمهم في عناصر في الجيش. مدينة هابو مقصورة أمون رمسيس الثالث، بيظهر الشكل على الأوجه الأربعة للأعمدة الأربعة داخل المقصورة، مع المعبودات الذين هم في السماء والمعبودات الذين هم في الأرض، فالجمع الرخيص مع المعبودات في تكريم للرخيص. من مدينة هابو أيضا سقف الشرطة، هنا مدينة هابو الممر الجدار الجنوبي، الرخيط هيئة آدمية، وهذا المشهد اللي وجد إنه ربما بيحمل ملامح آسيوية لكن شكل آدمي بجناحات الطائر، ودي برضه هيئة مبتكرة لتصوير الرخيط. هنا أيضا على رأس شكل آدمي كامل لكن على رأسه العرف وليها أجنحة الطائر. معبد خونسو ملك حلهوت، أيضا بيتلقى أدوات الحكم أو مع الرخيط في اليد الأخرى، نقش من معبد بوبسطة للملك وسركون في الاحتفال بالحج السد، والرخيط في تعبد أو تأييد أو مبايعة. معبد هيبس واحة الخارجة، سلط الأعمدة الجدار الجنوبي، الأسرة 27 ملك دارا، أيضا بيمسك أدوات الحكم وطائر الرخيط في اليد الأخرى.
معبد هيمس دار الأول، بيرضع من المعبودة وماسك الرخيت، يعني أيضا نفس المعنى من حطب الثالث إن الملك ولد ليحكم. معبد خنسو عصر الأسرة الـ30 نفتح الآحاد. أدي هو ده المشهد اللي بقول لحضراتكم عليه، إنه تم تصوير دوار رخيت نب في توازي مع علامات عنخجد وسنب. فهي مش ممكن تكون، خصوصا ان المشهد ما شاء الله مليان مسحوم، يمكن الحتة الفارغة دي سقطت منها النقوش، لكن المشهد لا يمكن يكون مجرد حشو يعني. بعد تمثال من أسرة 30 في متحف اللوفر، تم تصوير الأقواس الـ9 أسفل ومن أعلى دوار رخيت نب، وبيتعبدوا لنتر نفر. هنا غطاء تابوت من الديوريت مثلت عليه كل الفئات اللي في العالم كله، يعني تم تصوير الفئات عليها في يمكن التهاشير أو حالة الحفظ السيئة للتابوت، ضيعت المشهد، لكن بيظهر رأس الرخيت فوق العرف من أسفل هنا، ورفع اليدين في وضع تعبد، يمكن المشهد ضعيف شوية لكن ظهر. دول كتلتين من الحجر الرملي كانوا موجودين في حديقة المتحف المصري، وحاليا تم نقلهم متحف شرم الشيخ. مجهولين المصدر وفي نفس الوقت مش معروف تأريخهم، لكن واضح إن هي يعني تم تمثيلها بشكل جيد جدا، بيتعبدوا للنبات. هنا بقى مقابر الأفراد، مقصورة نفر في مقبرة نفر القهار الأسرة الـ5 في عصر الملك إيناس، طفلة بتمسك طائر الرخيت بيدها، دلالة على إن على سلمية الطائر، لأنه كان طائر يعني سلمي لدرجة إن الأطفال ممكن يستأنسوا بيه. مصطبة إنتي أبو صير بتمثل الطائر كطائر في البيئة اللي بيحيا فيها، فوق العلامة نب، واللي ممكن يكون لها معنى مزدوج، لكن في الحالة دي أنا أظن إن هي بتمثل العش في الطائر بيسكن فيه، وده اللي خلاني أقول إن العلامة نب في المشاهد الأخرى في المعابد ليها معنى مزدوج، معنى كل ومعنى العش اللي بيدل على السكون، يعني إن أنت الشعب خاضع وساكن، بمعنى إنه مستقر في بيته أو في اللي هي العلامة العش اللي هي بتمثل بيت الطائر، فبالتالي هي تعبير عن سكون هذا العنصر. هنا مقبرة نهو، طائر وسط الطيور، هنا مش عارفة تشوفوه ولا لأ، العرف الهجري. مقبرة أخ حطب أيضا بيظهر بالعرف في راسه في نير. هنا نقش من مقبرة إيدي عصر أسرة 18 من حطب الأول، لعملية تخريج الملك من قوى سوسات لتوحيد الأرضين، ودوار فيت نب في الجانبين. نقش من مقبرة الكاتب المنحات رقم 82 في طيبة، الملك تحتمس الثالث أيضا طائر في بيئته. مقبرة كرواف طيبة 192 جبنة العساسيف المحطب الثالث أيضا، بيعبر مشهد تتويج الملك، ومن أسفل دوار الفيل أيضا بيدل على الفضيحة. مقبرة سنفر أسرة 18 المحطب الثالث، والطائر هنا تحت أمام يعني السجناء المسجونين أو الأسرى، إنما الطائر بيواجههم وبيرفع بفضل تعبد للملك، بدليل على إنه في اختلاف في المعنى. مقبرة بار النسر رقم 7 عصر الملك إخناتون، نافذة القصر أو نافذة التجلي، في مشهد بيمثل ترقية موظف، هنلاقي الطائر على الجانبين، وهو المشهد اللي بقول لحضراتكم عليه ان هو الطائر لابد ان يواجه الملك، لا يعطي ظهره الملك. والجديد كمان ان الطائر واحد موجود على علامتين، يعني هو يفترض ان كل طائر على كل جنب منهم بيمثل شطر من شطري مصر الجنوب والشمال. طب ايه سبب وجوده على علامتين في وقت واحد؟ قد تعطي نفس المعنى، انها ان هي العلامتين نب بتعطي معنى الشمال والجنوب، بيكررها مرتين
أو إنه بيعبر عن معنيين للعلامة دي، علامة كل وعلامة العش اللي قلت عليها من شوية اللي هي بتعبر عن سكون الطائر، لكنه عبر عنها هنا بعلامتين مختلفتين لتأكيد ازدواجية معنى العلامة دي. مقبرة الأنطوحات حاكم تيبو، بيظهر الطائر في بيئته أيضا. هنا أحد مناظر مفردية أنهاي، بيظهر رفيد في وضع في مشهد تقبيل الأرض. هنا الجزء الأسفل من مثقال قلادة لحوصة إيسي موجودة في متحف برلين أيضا، رفيد على علامة نب وأنا من المضواء، ومشهد اللي هو السيماتوري أو علامة السيماتوري، ودي من العلامات المقدسة اللي ظهرت مع الطائر بتصوير. طبعا مش عايز اطول عليكم، لكن زي ما قلت لحضراتكم ان هي كان في اختلاف في تفسيرها، او اختلاف عن انها اصلا يمكن قراءتها من عدمه، لكن الاختلاف التغيير في الشكل الطائر بيؤكد انه الفن مقروء، حتى ان العلامه نبدي احيانا كانت بتتغير بالعلامه حب، واللي فسرت ايضا بانه الرخيص في احتفال. يعني انا حاولت اقدم شرح مختصر عشان ما اطولش عليكم، ويا رب تكون في استفاده. انا مش عارفه هيبقى عندكم وقت للنصوص ولا لا، يعني هي كانت اللي بتعبر عن اللي بتأكد يعني استخدام الرفيف مش دايما بيعبر عن عنصر متمرد، إنما كان بيقصد بيه العناصر السيئة، بيقصد المتمردين منهم اللي كان بيسأل عليهم. لكن بمجرد ما بيتم السيطرة أو بيتم تقديم الإنقاذ، بيعيشوا في ظل الملك، الملك بيحميهم بزراعي، الملك يلبس الرفيف، الملكة حتشبسوت تأخذ بمنشورة الرفيد. يعني في نصوص كتيرة متهيألي أظن إن هي محاضرة لوحدها، فمش عايزة أطول عليكم. يعني شكرا لحسن استماعكم. شكرا لحضرتك يا دكتورة أمينة على العرض اللي خلانا نتساءل عن المنظر اللي دايما بيتكرر قدامنا، والآراء العلماء المختلفين اللي حضرتك عرضتيها مع المناظر اللي تنوعت ما بين مناظر ملكية ومناظر مرتبطة بالمعابد ومناظر مرتبطة حتى بمقابر الأفراد أو قطع وعناصر زخرفية. حاليا قدامنا 4 دقائق تقريبا، فاللي حد عنده تساؤلات في كل اللي فات او تعليقات اهلا وسهلا بحضراتكم، يفتح المايك ونديله الكلمه. وممكن لو دكتوره امينه ما عندهاش اي مانع، ممكن ناخد بعد ما نخلص الاسئله بريك، وبعد البريك نعرض جانب من النصوص اللي هي يعني تسري الموضوع وتفيده قدر الامكان، ونتوقف من ما نتوقف في الجلسه القادمه يعني لو هي تسمح. يعني تحت أمرك يا دكتور. ازاي؟ طيب نشوف دلوقتي في المتبقي من الوقت في حد عنده أسئلة أو تعليق في الجزء الأولاني أو أول جلستين بالمناظر. في حد فاتح مايك أو عايز يعمل مداخلة تساؤل؟ طيب مبدئيا انا حابب لغايه ما حضراتكم تجهزوا الاسئله، الكتاب الرساله طبعت تحت اسم رخيت في الحضاره المصريه القديمه، وتقديم دكتور خالد غريب شاهين طبعا رئيس قسم الاثار اليونانيه والرومانيه في كليه الاثار جامعه القاهره، الكتاب من اصدار الهيئه المصريه العامه للكتاب، ويعني يعتبر سعره زهيد جدا مقارنه بكم العلم والقيمه اللي دكتوره امينه حطها فيه. واكيد حضراتكم تلمستوا من الصور كم المجهود المبذول، وان احنا طبعا الاكيد اللي هي اتقال في جلستين دول لا يساوي اي شيء مقارنه بالعلم الحقيقي والكم من المعلومات الموجوده في الاطروحه اللي صدرت على هيئه كتاب. فانا شخصيا
برشح لحضراتكم اقتناء الكتاب ومطالعته بتأني لما فيه من فايدة هتغير من رؤيتنا ومعالجتنا للآثار، خاصة إنه دي أصبحت عنصر شبه زخرفي في أغلبية الأماكن اللي إحنا بنقابلها، سواء كنا متخصصين في التاريخ ولا في الآثار أو في الإرشاد السياحي. وأستأذنك يا دكتور في سؤال من داليا. أوكي تفضل، كنت لسه هقول حالا. داليا بتقول لي هل هل الطائر في صيد الطيور هو كمشهد صيد بعصا البوميرنج غير المشاهد اللي ظهر في مقابر الأفراد؟ هي طبعا المشاهد شديد جدا، حالتها سيئة جدا من الحفظ، فبالتالي مش كان ده مشهد صيد، إنما هي في الطيور في الأحراش معروف بتبقى مشهد صيد. ومشهد الشبكة اللي ظهرت في الشقافة، الشقافة المصري، اللي أنا شخصيا فسرتها بأن الشبكة دي عن عملية صيد الطائر. طيب للأسف هيقطع مننا الزوم في أقل من نص دقيقة، فهناخد 10 دقايق راحة ونرجع نكمل الأسئلة واللي حابب كمان يكون معانا في النصوص الخاصة بالموضوع. بعتذر لحضراتكم، الزوم بيجبرنا إن احنا نفصل فجأة.